الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير ما يسمى نموذج تشامبيرلين في احتكار القلة، أو تشامبيرلين موديل أو أوليغوبولي. قدمنا في مقاطع سابقة نماذج مختلفة، الآن سأبينها هنا. تحدثنا في مقاطع سابقة عن هيكل احتكار القلة أوليغوبولي، وبينا بأن هناك أكثر من نموذج فرعي لهذه الهياكل أو لهذا الهيكل، وحددنا ثلاثة نماذج، هي نموذج كورنو موديل، ونموذج ستاجلبرغ موديل، ونموذج برتراند موديل. إن شاء الله أقدم في هذا المقطع القصير نموذجا رابعا تحت مسمى نموذج تشامبيرلين أو تشامبيرلين موديل. الآن أذكر أحبتي طبعا، وأتمنى عليهم الرجوع للمقاطع السابقة حول احتكار القلة، وخاصة هذه النماذج نموذج كورنو ونموذج تاجلبرغ ونموذج برتران. في نموذج كورنو اكتشفنا بأن إذا كان هناك احتكار قلة يتكون من منشأتين نسميها دوبولي، فهنا المنشأتان ستتفقان على كمية، أو يعني الراشنالتي أو العقلانية تفرض عليهم بأنهم يصلوا إلى كمية متشابهة للمنشأتين. ونموذج ستاجلبرغ يكون في عندي سعرين مختلفين أو كميتين مختلفين لسعر واحد، ونموذج برتراند بخبرني أنه كميتين مختلفتين وسعرين مختلفين. أما الآن في نموذج تشامبيرلين فبأخذ العقلانية إلى مدى آخر، ودعنا الآن نبين ذلك من خلال الشرح المقبل. الآن تخيل تشامبيرلين بأن هناك طلبا سوقيا، ماركت ديماند، يمثل ما يطلبه كافة المشترين، اللي هو ماركت ديماند الطلب السوقي، هنا ما يطلبه كافة المشترين من سلعة ينتجها عدد قليل من المنشآت. وقد اختار لنموذجه منشآتين، منشأة إيه، افرض انه الآن المنافسة باحتكار القلة، يعني احتكار القلة هيكل هذا يتكون فقط من منشآتين، المنشأة إيه والمنشأة بي، تتنافسان في السوق على انتاج سلعة ما. تدخل المنشأة إيه السوق أولا، هنا نفترض بأن إيه تدخل السوق أولا، ولأنها الوحيدة في السوق فإنها تتصرف وكأنها منشأة احتكارية. الآن يعني أرجو التنبه إلى حقيقة هنا في هذا النموذج، ولا يضر بقدرته التحليلية، بأننا نتخيل أو نفترض بأن الكلفة الحديدية تساوي صفرا، لكن هذا لا يؤثر على قوة النموذج. الآن نفترض هذا النموذج بأن كلفة الإنتاج مهملة كما ذكر، وهذا لا يؤثر على صحة التحليل. نتابع الآن التمثيل البياني للسوق في ظل وجود المنشأة A لوحدها ثم دخول المنشأة B. أنا الآن على المحور الأفقي أكسية الكمية المنتجة من قبل منشأة، لحد الآن هي المنشأة A، والآن على المحور العمودي سعر البيع، وهذا الآن الديماند السوقي، هذا الطلب السوقي دي دي، هذا الطلب السوقي. الآن طبعا كما يعني تعلمنا من نموذج الاحتكار بأن المارجن ريفينيو بكون إلى يسار الديماند كيرف، إلى يسار منحنى الطلب السوقي، وبالتالي هنا this is margin revenue أو الإيراد الحدي للمنشأة A. يعني افترضنا بأن المارجن كوست بتقاطع هنا، اللي هي قبل قليل أهملنا الكلفة، فافترضنا بأن المارجن كوست يساوي صفرا، فالآن هذه النقطة تؤدي إلى بروز طبعا الإكوليبريوم هنا، معنى آخر بأن السعر الذي تفرضه المنشأة A على السوق تذهب إلى الديماند كيرف، حيث تعلم ذلك من الاحتكار. فالسعر هو الآن هاي الكمية X sub M، أم إنها كأنما هي موجودة لوحدها في السوق، فهي الآن كأنها شركة محتكرة أو منشأة محتكرة، وبكون هنا PM اللي هو سعر الاحتكار، وهذا الإكوليبريوم هنا، لاحظوا لي هنا، فهاي الآن كمية مبيعات، هذه كمية أو مجموع مبيعات المنشأة، السعر في الكمية يساوي مجموع مبيعات المنشأة A لوحدها. الآن بعد مدة اكتشفت يعني منشأة ثانية اسمها B، لنفترض بأن المنشأة A تحقق أرباحا احتكارية، لماذا لا ندخل إلى السوق؟ ولأن الطلب على السوق الآن، لاحظوا لي يعني المنشأة أخذت من الطلب على السوق من صفر هنا إلى هذه الكمية، لم يبقى إلا من هون إلى هذه النقطة هنا، لاحظوا لي يعني انتباه. فبكون بالحالة هاي المارجنال ريفينيو للمنشأة B
موازي له، وبالتالي كيف الآن تحدد أرباح وسعر البيع؟ تذهب عموديا إلى الديمان كيرف هنا، لاحظوا لي، وهذا الإكوليبريم الجديد للإي بي، وأفقيا تذهب وتحدد السعر. طبعا هذه الآن الكمية هنا هي عبارة عن كيو صب بي، الكمية للمنتج بي، لكن كل السوق هي من الصفر إلى هنا، هذه الآن الكمية لبي وهي الكمية للمنشأة، والسعر اللي هو بي بي. فلاحظوا الآن هذا الآن مجموع مبيعات السوق، هذا مجموع مبيعات السوق، مجموع مبيعات المنشأتين. هذا الآن المستطيل، أول شيء كان هذا تقريبا المربع اللي قبل، خلينا أرجع له بعد إذنكم، هذا الآن هو المربع، هذا قبل كل ذلك، هذا المربع هو مجموع المبيعات المنشأة. عندما دخلت بي إلى الصورة الآن على السوق فأخذت حصة، لكنها الآن محصورة هذه الحصة بين أكس أم وهنا هذه الكمية اللي هي كيو بي، ويعني أنه مجموع مبيعات السوق كله اللي هو منشأتين، هذا الآن هو المستطيل الأزرق. ما الذي يحدث الآن؟ يعني العقلانية الاقتصادية تفرض على المنشأتين أن يتفهما ولو بطريقة غير مباشرة، يعني هنا لا نفترض بأنهما دخلا بمفاوضات، إنما الآن العقلانية مثل بالضبط معضلة السجين، يعني الآن العقلانية تفترض على إنه بتتذكروا إنه في عندي معضلة السجين أو ما يسمى prisoner's dilemma، ارجعوا لي عليه إذا أحب، يعني أحبتي إذا سمحتوا الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية، ارجعوا إلى مقطع اللي هو معضلة السجين أو prisoner's dilemma مشان تفهموا الآن. فالآن الكمية كلها المعروضة بالسوق من صفر إلى كيو بي، لكن بي أخذت من هذه من هنا إلى هنا، والمنشأة أخذت من صفر إلى أكس أم. الآن ما الذي يحدث؟ يحدث أنه هاي المنشأة الآن A، المنشأة A ابتداء بتقول أيوة أنا طيب راح أخسر بالحالة هي، لماذا لا أقلل الكمية المنتجة مثلا؟ لاحظوا لهاي الآن مجموعة مبيعات المنشأتين، الآن يحدث توازن جديد، كأنما الآن قللت الكمية المنتجة اللي هي المنشأة، قللت إلى هذه النقطة هنا ورفعت السعر إلى XM. لكن ما الذي يحدث؟ أنه الآن هذه XMA، لكن هذا السعر الاثنين والكمية الاثنين تقاسمت المنشأتان، المنشأة وبي، هذه الكمية من صفر إلى XM، هذا الجزء للمنشأة بي وهذا الجزء للمنشأة A. هذه أرباح الآن لا هنا طبعا، هذا الآن أولا، هذه الآن لاحظوا لي هاي الأخضر الغامق، هذا مبيعات المنشأة A وهذا الآن مبيعات المنشأة B. دعنا الآن نترجم ذلك إلى أرقام بعد إذنكم. هنا هاي مجموع مبيعات المنشأة A وهذه مجموع مبيعات المنشأة B، لاحظوا المستطيل هذا لـ A والمستطيل هذا كله لـ B، يعني يتكون من هذا المربع وهذا المربع، أما إيه هذا مستطيل وهذا مستطيل. دعنا نترجم ذلك على شكل أرقام. الآن التمثيل بيان السوق في ظل المنشأتين، تتقاسم المنشأتان كمية الإنتاج لعلمهما بأن ذلك يكون في مصلحتهما. كيف الآن؟ نعود إلى الرسم البياني هنا، أكس على المحور الأفقي، بي على المسبر العمودي، هذا الديمان كيرف السوقي اللي هو الطلب السوقي، هذا المارجن ريفينيو والمنشأة. فهنا الآن يعني قبل دخول منشأة بي كانت الكمية المنتجة نفترض أنها 200، نفترض بأن الكمية المنتجة كانت 200، وبالتالي الآن والسعر لنفترض أنه كان 30. دخلت طبعا هذه الأرباح هنا نضرب 300 في 200 بطلع 6000 الآن مجموع مبيعات المنشأة A، لكن وهذا طبعا الإكوليبريم من A، دخلت الآن منشأة بي إلى هذا هاي المارجن ريفينيو، وبالتالي اضطرت الآن أن ترفع كمية، يعني أنه دخول بي أدى إلى زيادة الكمية المنتجة. فهذا هو الآن إي بي، السعر سبحان الله أصبح 300، الآن الكمية المنتجة من قبل المنشأتين 300 والسعر 15. ما الذي يحدث الآن؟ لاحظوا لي أنه 15 في 300 يساوي 4500، في حين أن 200 ضرب 30 6000. الآن سيحدث اتفاق ضمني بين المنشأتين بأن المنشأة تقلل الإنتاج
لنفترض طبعا هاي هنا اللي هي لاحظوني عفوا ارجع يعني هنا هذا مبيعات المنشآت بعد ما دخلت بي الان مجموع مبيعات المنشأتين هذا المستطيل الازرق هذا الجزء وهذا الجزء الان فاضطرت بعد ذلك ان المنشأة A تقلل الانتاج الى هذه الكمية لنفترض انها 100 وبالتالي مجموع ما ينتج السوق اصبح الان 200 موزع 100 ل B و100 ل A ما يعني الان هذه مجموع مبيعات المنشأة A وهذه مجموع مبيعات المنشأة B هنا الان 200 هنا 100 هذه انتاج المنشأتين 200 هذه الآن إنتاج المنشأة B ما الذي يحدث الآن هذا هو النتيجة النهائية لو بقيت الكمية المنتجة عند مستوى 300 هذه لكان مجموع بيع المنشأتين 4500 لكن الاتفاق الضمني بين المنشأتين أدى إلى تقليص الكمية السوقية إلى 200 من 300 إلى 200 موزعة مناصفة بين المنشأتين 100 إلى A و100 إلى B اوكي مناصب بين المنشأتين بواقع 100 كل منها بإيرادات كلية مقدارها 6000 بدل ما 4500 يقسموا على 2 بشكل او باخر الان 6000 وبالتالي بكون المؤشرتين قد حققتا الكمية والربح الاعظم اذا كان في اتفاق ضمني من غير ان يكون هناك احتكار يعني لكن اتفاق عقلاني بينهما انه A تقلل الكمية الى النصف ما يؤدي الى رفع الاسعار من 15 الى 30 وبتقاسم الكمية هذا الآن هو نموذج تشامبيرلين في احتكار القلة كما تخيل عالم الاقتصاد البريطاني تشامبيرلين أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.